السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولين باول. المملكة تستضيف غدا منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. أكثر من 59% من سكان المملكة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، وصحة توصي باستكمال الجرعات للوقاية من المتحورات. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولين باول. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولين باول. تستضيف الرياض يوم غد منتدى السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر انطلاقا من دور المملكة الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة. ما بين 23 إلى 25 من أكتوبر 2021 تستضيف الرياض حدثا بيئيا عالميا انطلاقا من دور المملكة الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة. مجلس الوزراء يرحب بقادة رؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتان تستضيفهما المملكة بوجود قادة عالميين من مختلف ميادين المجتمع. سيقود المنتدى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وإطلاق حلول مبتكرة تسهم في مكافحة التغير المناخي. ويأتي تنظيم المملكة لهذين الحدثين المهمين في إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمي دائم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة والإسهام القوي والفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المرتبطة بالمناخ دفعاً منسقاً إقليمياً ودولياً. لم يكن غريباً أن تحظى المبادرتان بتفاعل واهتمام عالمي كبير منذ الإعلان عنهما في مارس الماضي، والتي جاءت بعد تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان إسهاماً قوياً في تحقيق المستهدفات العالمية. أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في جميع مناطق المملكة أكثر من 45 مليون جرعة، إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من اللقاح أكثر من 21 مليون شخص، لتتجاوز نسبتهم 59% من مجموع السكان، فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 24 مليون شخص، لتقارب نسبة التحصين بجرعة واحدة 68% من سكان المملكة. وقد دعت الصحة الجميع إلى استكمال جرعات لقاح كورونا للوقاية من المتحورات شديدة الخطورة. وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 إصابة جديدة بالفيروس وتسجيل 59 حالة تعافي، كما سجلت حالة وفاة واحدة جديدة رحمها الله. أكد الدكتور أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنه يمكن أخذ جرعة معززة من لقاح كوفيد 19 مختلفة عن نوع الجرعة السابقة. هذا وكانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية قد أوصت من جانبها بأخذ جرعات معززة من لقاح كوفيد 19 بالنسبة لمن تلقوا جرعات موديرنا وجونسون أند جونسون، قائلة إنه يمكن اختيار
لقاح مختلف عما تلقوه سابقا. وفي سياق متصل، أكد زعماء الاتحاد الأوروبي أن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قد حققت تقدما كبيرا في مكافحة الجائحة في غالبية أنحاء القارة، لكن الوضع لا يزال خطيرا للغاية في بعض الدول الأعضاء. هذا وقد دعا قادة التكتل إلى تكثيف الجهود للتشجيع على الإقبال لتلقي اللقاحات. أشرتنا مستمرة من قناة السعودية فيها بعد الفاصل. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحبط محاولة تهريب أكثر من 5,200,000 حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة. أهلا بكم وحييكم من جديد. واصل الأسطول الغربي اليوم أعمال منورات التمرين البحري الثنائي المختلط المدافع الأزرق 21 بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية. وشهد التمرين خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة التي شملت القتال والتدريب على استطلاع الشواطئ وتنفيذ الدوريات القتالية والرماية الحرة وإزالة الألغام، وقد أظهر المشاركون في التمرين أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تعادل أكثر من 5,200,000 حبة ضبطت مطحونة ومخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ في طريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية. وأوضحت الهيئة أنه بعد إجراء عملية الكشف والمعاينة على الشاحن وحمولتها عثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأة ضمن الإرسالية، حيث جرى إخفاء الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس. وأوضحت الهيئة أنها عملت على إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم القبض عليه وهو شخص واحد. وللحديث أكثر عن عملية الضبط هذه ينضم إلينا المستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ ماجد الصبي. أهلا بك، أحييك لهذه النشرة. محاولة تهريب غير مسبوقة تمكنت الهيئة كعادتها ولله الحمد من الإحباط، حدثنا أكثر أستاذ ماجد عن تفاصيل هذه المحاولة. نعم، أمسي عليك أخي عبد الله وعلى السيدات والسادة المشاهدين. تمكنت اليوم الهيئة من إحباط محاولة تهريب مختلفة ولم يسبق أن شهدت المنافذ الجمركية مثلها سابقا، وهي عبارة عن كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون مطحونة تعادل كميتها أكثر من 5,000,000 حبة، ضبطت مطحونة داخل الإرسالية، حيث كانت الإرسالية عبارة عن بودرة كربونات محمولة على أحدى الشاحنات، وبعد إجراء الكشف والمعاينة على الشاحنة وحمولتها عثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأة ضمن الإرسالية، حيث جرى إخفاء تلك الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس. وهناك نجاح آخر سجلته الهيئة بتعاونها مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نعم، حيث جرى التنسيق مع المديرية لضمان القبض على مستقبل الكمية، وبفضل من الله تم القبض عليه كما ذكرت وهو شخص واحد. نعم، هذه المحاولة أستاذ ماجد، أيضا الطريقة المستخدمة في التهريب من عملية الطحن إلى الإخفاء والتمويه، يعني تؤكد أن الاستهداف ممنهج من أرباب التهريب، يعني هذا يحتم عليكم مواجهة مختلفة، يعني أكاد أجزم أنها يعني لن تكون تقليدية من المنافذ الجمركية، كيف تتعاملون مع ذلك؟ صحيح أخي العزيز، طريقة التهريب التي تم إحباطها تعد من الطرق غير المسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية، وهذه تدل على السعي المتواصل لأرباب التهريب لابتكار الطرق في محاولات إدخال مثل هذه الآفات إلى المملكة، إلا أنه بفضل من الله هناك أبطال في المنافذ الجمركية يبذلون الغالي والنفيس في 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 كشف مثل هذه المحاولات وإحباطها. كما أن الهيئة على مر السنوات تحظى بدعم لا محدود من لدن قيادتنا الرشيدة أيدها الله، جعل المنافذ الجمركية مهيئة بأحدث التقنيات الأمنية التي تساعد على كشف مثل هذه المحاولات. ولا يفوتني أخي الكريم، ندعو الجميع من خلال منبركم إلى الإسهام لمكافحة التهريب من خلال الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو من خلال البريد الإلكتروني أيضا
19.10@that.gov.sa أو أيضا الرقم الدولي 0966-11420-8417، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، أيضا مع منح مكافآت مالية في حال صحة المعلومات المقدمة من المبلغين. المستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ ماجد الصبي، شكرا جزيلا لك. كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن متوسط سرعات التحميل والتغطية للجيل الخامس المتنقل في مدينة الرياض للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ متوسط سرعات التحميل لمقدم الخدمة 280 ميجا بت في الثانية، وبإجمالية تغطية تصل إلى 91%. يأتي تقرير مقياس الرياض في إطار عملية هيئة الاتصالات على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة. ضمن الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم، قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز خدماتها العلاجية ل 3962 مستفيدا خلال أسبوع في محافظة الحديدة، فيما اختتم المركز في محافظة عدن الدورة الثانية لتأهيل العاملين في المنافذ الحدودية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتقال العدوى عبر المسافرين القادمين إلى اليمن، مستهدفاً 40 مشاركاً ومشاركة من موظفي مطار عدن الدولي. وبدعم من المركز، قدمت عيادات مركز الجعد الصحي في محافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية ل 1595 مستفيداً خلال أسبوع. أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن تنفيذ 31 عملية استهدفت آليات وعناصر للميليشيا الحوثية الإرهابية بالجوبة والكسارة خلال الساعات 24 الماضية، ونجح التحالف بتدمير 16 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت أكثر من 92 عنصرا حوثيا إرهابيا. تعد الأشجار المعمرة المنتشرة على سلسلة جبال السروات من الحالات الفريدة والنادرة على مستوى المملكة، حتى أصبحت محط اهتمام الباحثين ومقصدا مهما لإجراء البحوث والدراسات البيئية للدارسين والمتخصصين. مباشرة إلى العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولين باول. المملكة تستضيف غدا منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. أكثر من 59% من سكان المملكة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، والصحة توصي باستكمال الجرعات للوقاية من المتحورات. تحية لكم في أمان الله.